نبي نسألك سؤال ثاني، واللي هو خارطة الطريق، والناس واجدة طبعا سمعت عليها. العالم الخارجي السؤال هذا طبعا من رجب عبد الله، يسأل فيك رجب عبد الله وقال لك خارطة الطريق والاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي ساعدا في أن القوات التحالف الدولي توقف مع ليبيا. المجلس الوطني الانتقالي توا موجود، لكن خارطة الطريق طرعت عليه طريقها، هذا هو الشرح اللي قاله. والشيء الثاني اللي قال لك ما فيش حد عمره شرحها ولا ناس واجدة فهمتها، ونبيك تشرحها بالليبي، أن خارطة الطريق تعارضت مع الإعلان الدستوري. هذا ممكن إنسان متعلم يقدر يفهم، لكن الحاجة عايشة مثلا تسمع أن تعارضت هذه مع هذه ما فهمتهاش. شنو قصدهم بتعارض الإعلان الدستوري مع خارطة الطريق؟ وليش خارطة الطريق طلعت؟ لأن في الأخير بكل حيجوكم الأجانب، وسمحني في الكلمة إذا كان تسمعني، يقول لكم أنتم كنتوا نصابين وضحكتوا علينا. الكلام هذا ما تستبعدش، وبالذات أنا ممكن نتهم أن أنا أكبر نصاب. يعني خارطة الطريق قدمت بعد موافقة المجلس الوطني الانتقالي، أنا دزيتها المجلس الوطني الانتقالي، وأعتقد اللي استلمها الدكتور فتحي البهجة باعتبار رئيس لجنة السياسات الخارجية، وعرضها على المجلس وأقرت وأرسلت لي، وقدمناها في أنا وزملائي في مؤتمر الدوحة، مجموعة الاتصال في مؤتمر الدوحة، لاقت قبول. وأعتقد أن أغلب الاعترافات اللي جت بناء على أنت التزمت قدام الناس أن هذا اللي حديره، وأنك أنت تبني دولة ديمقراطية قائمة على دستور وقائمة على مساواة واحترام حقوق إنسان، وما فيهاش إقصاء لأي ليبيين، والليبيين سواسية أمام القانون. يعني درت لهم كيف ما أقول المصريين البحر طحينة، يعني قدمت لهم صورة وردية يعني. وصدقوك خارطة الطريق فيها محطات. هي شنو؟ أنت التزمت قدام الناس قلت لهم أنا حندير 1 2 3 4. شنو واحد؟ بمجرد سقوط النظام اللي هو تم في 23 أغسطس بعد دخول طرابلس، تحرير طرابلس، انتفاضة طرابلس المباركة وتحريرها، 23 أغسطس خارطة الطريق تقول في خلال أسبوعين من سقوط النظام يتم تشكيل، مش اختيار، مؤتمر وطني من مختلف مدن ليبيا، فيه مجالس محلية، كل مجلس محلي دز ممثلين لهذا المؤتمر الوطني بالتساوي. باهي، لأن هذا مؤتمر وطني مش برلمان، بحيث تقول لي كثافة سكانية ومساحة جغرافية كيف ما يديروا الإخوة الآن في لجنة مشروع القانون الانتخاب وفي لجنة الانتخابات. يشكل خلال أسبوعين ينحل المجلس الوطني. يعني المجلس الوطني الموقر كان مفروض ينحل حسب خارطة الطريق بعد أسبوعين، يعني بالكثير يوم 15 سبتمبر اللي فات كان مفروض عندنا مؤتمر وطني وما فيش مجلس وطني انتقالي. وجوه جديدة اختارتها المجالس المحلية المختلفة، هذوما يبي يديروا حاجتين، يبي يختاروا لجنة باش يدير لنا مشروع دستور، وبيختاروا لنا حكومة انتقالية بس. بعدين بيشرفوا على الانتخابات هم والحكومة الانتقالية، انتخابات البرلمانية. أول ما يشكل أول برلمان في فترة لا تزيد عن 6 شهور بعد تشكيل هالمؤتمر الوطني اللي هو قلنا بعد أسبوعين من سقوط النظام، يبقى فيه أول برلمان ليبي منتخب وتشكل حكومة منتخبة. رئيس البرلمان يقعد هو الرئيس المؤقت لليبيا إلى أن تتم انتخابات رئاسية بعد 4 شهور أخرى. يعني في خلال سنة كاملة من سقوط النظام، من تحرير طرابلس، من الانتفاضة 23 أغسطس، مفروض يكون عندك رئيس جمهورية وعندك برلمان منتخب وحكومة منتخبة. شنو الهدف من هذا؟ إنه ما يصيرش فراغ سياسي، لأن ليبيا مختلفة عن مصر ومختلفة عن تونس. مصر وتونس لما سقط النظام الدولة استمرت، لأن فيه جيش وفيه بوليس وفيه شرطة وفيه مؤسسات وفيه قانون. ليبيا ما عندكش، قذافي كان مختصر كل شيء فيه هو. لما سقط القذافي الدولة انهارت، لا عندك نظام سياسي ولا عندك دولة، قعدت معلق في الهواء، لا عندك جيش ولا عندك شرطة، والمؤسسات الأمنية اللي كانت موجودة حليتها للأسف. يعني مش إنك حولت القيادات بس وخليتها تستمر، لا، كيف ما درنا بنغازي لغينا الأجهزة الأمنية. أنت في حقيقة الأمر تفتح في البلاد على مصراعيها للي جاي من برا، تقول له تعال تفضل العب كيف ما تبي. ومش هذا بس، نجي نطلع إعلان دستوري، هنا الفرق، يعني
الإعلان الدستوري قال لا، مش سقوط النظام، تحرير كامل التراب، اللي هو تم أمتى؟ في 20 أكتوبر، قبضنا على القذافي في 20 أكتوبر، وأعلن تحرير يوم 23. قالوا بعد تحرير كامل التراب وخلال 8 أشهر يتم انتخاب، مش اختيار، مؤتمر وطني. يعني عندك 2 شهر من سقوط النظام لأن تحرير كامل التراب، وبعدين عندك 8 شهور. 10 شهور هذين تعتبر فترة فراغ سياسي، خصوصا أن ما عندكش مؤسسات لا جيش ولا عندك شرطة، فخطر كل الخطر أنك تقعد معلق في الهواء. يعني للأمانة، وهذه نقولها، لو مش من هالعرف الاجتماعي الجميل ومن شيوخ هالقبائل اللي قاعدين يصالحوا في الناس على بعضهم ويتدخلوا، ولو مش من هالثوار اللي مازالوا ماسكين سلاح وكل مرة يكتشفوا حاجة صحيح تصير اشتباكات بينهم، تصير خلافات بينهم، لكن رغم ذلك ما عندناش بديل، ما فيش أي مؤسسات، وما بديناش في بناء مؤسسات، لحد ما أصبح في تساؤل، هل فعلا الأجهزة متاعنا تبي جيش وطني وتبي شرطة قوية ولا ما تبيش؟ لأن السلوك اللي نشوفه فيه لا يتطابق إطلاقا مع الرغبة في إنشاء جيش وطني قوي. هذا الأمر ربما أنا قلتها في كذا مناسبة، ربما أحد أسباب اغتيال لواء عبد الفتاح هو أنه هو بدأ في إنشاء جيش وطني. جيش وطني ما نقدرش نتكلم على سيادة وطنية بدون جيش وطني، وبالتالي في غياب هذه الأشياء كلها يصبح الملاذ الأخير والرهان الأخير والأمل في الله سبحانه وتعالى وفي هالشعب، في وعيه أنه هو يتماسك، ما يسمحش الخلافات أن هي تكبر أيا كانت أسبابها، لأن ما عاش عندنا شيء آخر نتحصن به إلا الله سبحانه وتعالى وقدرة هذا الشعب ونسيج الاجتماعي ووعي أن هو يتماسك في هذه الفترة. فالإعلان الدستوري مختلف ومناقض، يختلف، يعني كان المفروض أنه هو يكون متطابق مع خارطة الطريق. خارطة الطريق تقول مجلس وطني انتقالي ينحل بعد 2 أسبوع ومؤتمر وطني ونختاروه اختيار بسرعة، لم نفسك لأن ما عندكش حاجة تتك عليها. لا، جو الإخوة خلوها في الفراغ، يعني قال لك لا، بعد 8 شهور من تحرير كامل التراب، يعني 10 شهور الأمل في الله سبحانه وتعالى ودعاء عزيزنا أن ربك يسلم باش الحاجة عيشة، الحاجة عيشة، الحاجة عيشة باش تدعي، باهي إن شاء الله الحاجة عيشة تدعي.